مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن العملة النقدية في كندا. رح نحكي عن كل الاوراق النقدية والكوينز المعدنية وحشرح لكم عنها شوي. طبعا كندا عندها بنك اسمه بنك اوف كندا، هو اللي بيصدر العمل النقدية. صكها بيصير في مكان اسمه مكان الصك الكندي او المنت، هاي البنك اوف كندا. راح نزوره ان شاء الله في الصيف، راح نوديكم عليه تشوفوا شو في جوا، كيف بصكوا العمله. طبعا العمله الكنديه تعتبر واحده من الانترناشونال مونيتري فاندز، يعني هي عباره عن سابع عمله صعبه متداوله في العالم. فعليا هي مرتبطة بالدولار، بيطلع وبنزل سعرها من وقت لوقت. الآن تقريبا حوالي 70 سنت أمريكي الدولار الكندي، فهو أقل من الدولار الأمريكي. طبعا في عندنا خمسة، الآن راح أحكي لكم عن ست عمل نقدية معدنية وخمسة ورقية. أول شغلة اللي هي اسمها لوني، حط لكم صورتها هون. اللوني هو عبارة عن الدولار الكندي، بسموه 1 دولار او معظم الكنديين بسموه لوني. ليش بسموه لوني؟ لانه هون في صورة البطة الكندية اللي هي بسموها بالانجليزي لون، فطلعت منها كلمة لوني. عملة الدولارين زي ما انتم شايفينها، عملة الدولارين بسموها توني، من اثنين ولوني، هي من اللوني، لكن فعليا هي عليها البولار بير او الدب القطبي اللي هو موجود كتير في كندا. العملة الثالثة او اللي هي الكوارتر او الربع دولار 25 سنت، وعليها بسموها كوارتر، وعليها صورة الكاريبو او الغزال الكندي اللي هو مشهور كتير في كندا. اللي بعدها وهي أصغر عملة حجما اللي هي الدايم أو العشرة سنت، العشرة سنت الدايم، وعليها صورة لسفينة اسمها بلو نوز مشهورة كتير في كندا. اللي بعدها اللي هو النيكل أو الخمسة سنت، بسموها نيكل، وعليها صورة البيفر تيل، البيفر هو حيوان قندس اسمه بالعربي، حيوان مشهور كتير في كندا، ولأجله أصلا المهاجرين قدموا إلى كندا عشان الفرو تبعه، وصارت استكشافات كندا. وآخر شيء البيني أو السنت الواحد، وهذا طبعا ألغي الآن فمش موجود. فإذا أنت بتشتري شغلة فلوس كاش، إذا بكريدت كارد بحسبوا لك إياها زي ما هي، إذا فلوس كاش إذا أقل من 2.5 بني 2.5 سنت بتروح على الأقل، يعني هي مجامرة يعني، وإذا أكثر من 2.5 بتروح على الخمسة. نفس الشيء إذا 7.5 فما أقل للخمسة بتنزل للخمسة، وإذا 7.5 فما أكثر بتطلع للواحد. بشكل عام هذا البيني التغى، بس موجود عندي منه واحدة حبيت أورجيكم إياها. الآن بالنسبة للعملة الورقية، العملة الورقية في كندا مشهورة جدا لجودتها وجمالها. العملة الورقية في كندا عبارة مش ورق زي باقي الدول، هي بوليمير، مادة بلاستيكية خفيفة جدا، مش سهلة إنك تمزعها زي ما انتم شايفين، ما بتتطعج، مقاومة يعني الصدمات، ومقاومة للمي زي ما انتم شايفين. انا حطيتها في المي ما راح يصير فيها اي حاجة، ما بتغيرت، بتمسحها بكل سهولة. والمعملات هاي البوليمير جميلة جدا، طريقة التزوير تبعتها صعبة جدا، طبعا مزورين شاطرين فعلا قدروا يزوروها. هون في هولوغرام زي ما انتم شايفينه، جميل جدا. و
العملة هاي بتقلل من تناقل البكتيريا، لأنه مشكلة العملة هاي إنه كل ما تناقلتها الناس تمسكها ففي بكتيريا، هاي العملة بتقلل من نسبة تناقل البكتيريا حسب ما كاتبين على الويب سايت تبع هذه العملات. طبعا العملة جميلة جدا، فيها أماكن شفافة زي ما انتم شايفين. خلينا نبدأ من أول ورقة اللي هي ورقة الـ5 دولار. ورقة الـ5 دولار في الأمام عليها رئيس الوزراء، هي لونها أزرق طبعا، عليها رئيس الوزراء ويلفرد لوريه اللي هو أول رئيس وزراء فرنسي أو متكلم باللغة الفرنسية، ورئيس وزراء كندي بتغلم باللغة الفرنسية من أصل فرنسي. طبعا هون زي ما انتم شايفين المبنى اللي موجود هون بسموه ويست بلوك في البرلمان، وبالخلف للعملة عندنا الشغلة اسمها كندا آرم، وهي طبعا تصنيع كندي وإنتاج كندي وفكرة كندية لمساعدة رواد الفضاء، أعطوها لناسا عشان يستخدموها. أعتقد بدأت في 81 الاختراع هذا، ويعني هذه شغلة بيفتخروا فيها الكنديين، كندا آرم بسموها. الآن عملة الـ10 دولار طبعا لونها بيربل أو رم وردي، مش وردي، بيربل يعني. المهم والصورة اللي عليها هون صورة لواحد اسمه سير جون ماكدونالدز، هو أول رئيس وزراء كندي، حكم من 1967 إلى أعتقد حكم مرتين يعني تو فور فون. المهم جميلة جدا. اللي هون المبنى هذا اللي موجود شايفينه انت، مبنى مكتبة البرلمان. مكتبة البرلمان هي لها قصة مشهورة في كندا، لأنه انحرق البرلمان في 1917 وواحد استطاع أنه يغلق باب المكتبة، فبالتالي احتفظت المكتبة بوجودها، فهي المبنى الوحيد الموجود في البرلمان الأصلي. في الخلف زي ما انتم شايفين اللي هو الخط الحديدي اللي بيوصل الشرق بالغرب في كندا، وبسموه الكنديان ريل واي، وهذا طبعا بدأ في السير جون ماكدونالدز، فقد يكون هناك ارتباط بوضعهم على نفس العملة. العملة اللي بعدها طبعا اللي هي عملة الـ20 دولار. الـ20 دولار زي ما انتم شايفين لونها اخضر، اللي عليها صورة اليزابيث ذا سكند ملكة بريطانيا وملكة كندا ايضا، طبعا مشهورة كتير هون. المبنى اللي موجود هون اللي هو البيس تاور او مبنى برج السلام الموجود في وسط البرلمان الكندي، اشهر معلم في البرلمان الكندي. في الخلف زي ما انتم شايفين هذا بسموها فيمي بريدج ميموريال، طبعا موجود بفرنسا، هذا تقديرا للكنديين اللي ساعدوا الفرنسيين في الحرب العالمية الأولى بتحرير فرنسا عن طريق معركة فيمي بريدج. اللي بعديها ماكنزي زي ما انتم شايفين صورة الـ50 دولار لونها أحمر، الصور اللي عليها اللي هو ماكنزي كينج، هو برضه رئيس وزراء يعتبر من أشهر رؤساء الوزراء الكنديين، حكم كندا خلال الحرب العالمية الثانية، وساعد طبعا كثير في إنهاء الحرب العالمية لصالح الحلفاء، ومن أشهر الوزراء الكنديين. هون صورة المبنى هذا اللي هو النورثن بارت من البرلمان، هو عبارة عن أحد التور الموجودة بالبرلمان. واللي ورا هون في كاسح الثلج، كاسح الثلج اسمها CCGS أماندسون، هي أحد أشهر كواسح الثلج الموجودة اللي بتساعد الكنديين إنهم يعيشوا أو سفنهم تمشي في الثلوج في القطب المتجمد الشمالي وفي نهر السان لوران. آخر عملة اللي هي عملة الـ100 دولار زي ما انتم شايفين لونها بني،
واللي موجود عليها اللي هو روبرت بوردن، هو رئيس وزراء كندي برضو، كان رئيس وزراء كندا خلال الحرب العالمية الأولى وانشهر طبعا. المبنى اللي هون اللي هو ايست بلوك، كان عندنا الويست بلوك في الـ5 دولار، هون الايست بلوك. وبالخلف طبعا زي ما انتم شايفين في صورة لريسيرشرز وعم بيعملوا أبحاث، لأنه كندا انشهرت بأبحاث الطبية، وخاصة انه باختراع الأنسولين، هذا اللي هو بيعطى لمرضى السكري. طبعا هذا من أشهر الشغلات اللي الكنديين بيفتخروا في وجودها، اخترعها طبيب كندي اسمه فريدريك بانتن سنة ال أعتقد أوائل القرن الحالي أو القرن الماضي، طبعا القرن الـ20. وطبعا الموضوع في الـ100 دولار، طبعا زي ما انتم شايفينها يمكن أجدد ورقة، لأنه فعليا كتير محلات، مش كل المحلات خاصة الجاز ستيشن، ما بحبوا ياخذوها صراحة. يمكن ما بعرف ليش، لكن هذه موجودة في كندا. كان في ورقة من $1000 ووقف العمل فيها في سنة الـ2000، لأنه زي ما حكينا إذا الكنديين مش عم بحبوا ياخذوا، بخافوا التزوير طبعا أحد الأسباب. فمعظم الكنديين بحبوا يستخدموا الـ50 فما أقل. معظم الاي تي ام ماشينز الان تدخل عليها لما بدك تسحب مصاري، انت بتحدد ايش النوتس اللي بدك اياها، بدك خمسات، بدك عشرينات، بدك عشرات. فهذا بالمختصر عن الفلوس الكندية. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.